أهلا بكم. أتى عيد الأضحى وقبله عيد الفطر، واليمنيون في أزمات الحرب والجوع والكوليرا، ورغم ذلك خاضوا تحديات ليصنعوا الفرحة لأطفالهم وذويهم، لكن مواطنين آخرين مر عليهم العيد ثقيل الوطأة، إنهم أطفال وزوجات وأمهات المختطفين والمخفين قسرا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف هو وضع المختطفين والمخفين في أيام العيد؟ وما هي الآثار النفسية والاجتماعية لأطفال وأمهات وزوجات يقضون عيدا بعيدا عن أقاربهم المختطفين؟ خمسمائة واثنا عشر مختطفا ومخفيا قسرا في سجون ميليشيا الانقلاب، وثمانية عشر صحفيا بينهم صحفي اختطف قبل أسبوعين، بالإضافة إلى قيادات عسكرية وسياسية لا توجد أي تفاصيل عنهم. يأتي العيد وهؤلاء جميعا مغيبون عن أطفالهم وذويهم بينما تعيش أسرهم، وجع الفقدان إلى جانب قهر الوضع الاقتصادي. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. مسافة قصيرة بين عيدين، لم يكد يذهب عيد الفطر حتى أتى الأضحى، واليمنيون يحاولون خوض معركة أشد صعوبة من الحرب والجوع. رسم الفرحة في عيون أطفال الحرب، والبهجة في قلوب أيتام المجاعة، والأمل في عودة المختطفين. ورغم تردي الأوضاع المعيشية ومأساة الرواتب وصعوبة التنقل بين المدن والأرياف، إلا أن اليمنيين استطاعوا قهر تلك الصعوبات وقضاء إجازة العيد بين أهاليهم. لكن يمنيين آخرين لم يزرهم أحد حتى العيد، أطفال وزوجات وأمهات المختطفين والمخفيين قسرا. 512 مختطفا قسرا وفق إحصاءات رابطة أمهات المختطفين، والتي رصدت هذا العدد منذ مطلع العام الجاري، لكن التقارير الدولية أكدت وجود حالات إخفاء قسري في سجون الميليشيا الإنقلابية منذ بدء الانقلاب في سبتمبر عام 2014. 18 صحفيا في زنازين ميليشيا الإنقلاب وواحد مختطف من قبل تنظيم القاعدة، محرومون من رؤية أقربائهم في إجازة العيد. ويقبع الصحفيون المختطفون في سجون الميليشيا، من بينهم الصحفي عبد الرحيم محسن الذي اختطفته ميليشيا الانقلاب في تعز منذ أسبوعين. وحتى اللحظة فإن صحفيين وقيادات عسكرية وسياسية في طي المجهول، وترفض الميليشيا الإفصاح عن أماكن إخفائهم أو زيارة أقاربهم، منهم القيادي السياسي البارز في تجمع الإصلاح محمد قحطان. رفضت ميليشيا الانقلاب مناشدات دولية ودعوات إقليمية ووساطات محلية للإفراج عن المخفيين أو حتى السماح لزيارة أقاربهم في أيام العيد، وبلا أفق واضح يقبع المختطفون وراء القضبان، بينما يقضي أطفالهم وأهاليهم عيدا مليئا بالقهر والألم والخوف. نبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا توفيق الحميدي، مسؤول وحدة الرصد في مؤسسة سام. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أستاذ توفيق، أهالي المختطفين إذن يعيشون وضع ربما خاص، إلى جانب المعاناة الحاصلة الآن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، هم أيضا يعانون من وجع فقدان الأقارب المختطفين. هذه الحالة كيف يمكن توصيفها حقوقيا؟ في البداية دعني أخي الكريم أهنيك وأهني الشعب اليمني وجميع المعتقلين وأسر المعتقلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمتنا وعلى اليمن وقد حل الأمن والسلام والطمأنينة بإذنه سبحانه وتعالى. أخي الكريم، دائما نحن نتحدث بأن قضايا الاختطاف وقضايا الإخفاء القسري بالدرجة الأساسية هي قضايا مركبة، لها شق إنساني، لها شق حقوقي ولها شق إنساني، لأن قضية الانتهاك تتعدى الشخص المخفي قسرا، ونحن عندما نتحدث عن المخفي قسرا نقصد به الأشخاص الذين لا يعرف أماكن اعتقالهم أو أماكن احتجازهم، والمختطفين هم الأشخاص الذين أخذوا بدون وجه حق وزج بهم في السجون ويكون معروف في أي سجن أو معتقلهم. هؤلاء لديهم قضايا انتهاكات مركبة، هذه الانتهاكات متعلقة بالأسرة
ومتعلقة أيضا بحق الطفولة، الطفل الذي يحرم من رؤية أبيه، من حنان الأب، الأسرة التي تفتقد عائلها الذي يرعى عليها يوفر لها الأمان، إضافة إلى ما يتعرض له المختطف نفسه من انتهاك حق الحرية، إضافة إلى هنالك انتهاكات مصاحبة، من ضمن هذه الانتهاكات التعذيب، من ضمن هذه الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الصحية، المتعلقة بالحقوق التعليمية، المتعلقة بالحق بحقه في أن يكون له قاض طبيعيا أن يوجه إليه تهمة معينة إلى غير ذلك. وبالتالي عندما تأتي مثل هذه المناسبات من حق الإنسان أن يفرح وأن يعيش المناسبة الدينية والثقافية التي ينتمي إليها. حرمان المعتقلين في مثل هذه المناسبات من حقهم هذا يضيف انتهاك آخر. للأسف الشديد اليوم الإخفاء القسري وقضية المعتقلين تحولت إلى مأساة إنسانية في مثل هذه المناسبات. فبدلا أن تعيش اليوم الأسر أفراحها بوجود الأب وبوجود العائل، أصبحت الأسر اليوم حريصة أن تنقل الفرحة إلى داخل السجن من أجل أن تخفف قدر الإمكان عن عائلها الذي يعيش الويلات، يعيش التعذيب، يعيش الوجع النفسي داخل هذا السجن، داخل السجن. اليوم حقوقيا هؤلاء محرومون، هذا انتهاك آخر يضاف إلى الانتهاكات التي ذكرناها سابقا. ومن حق هؤلاء وفقا للقانون أن يفرحوا، أن يخرجوا من هذه المعتقلات ما دام هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي تهم حقيقية إلا التهم السياسية. وأنا وجهت في أكثر من قناة، وأتمنى أيضا أن أكرر هذه الدعوة عبر قناتكم الكريمة، يجب أن يفصل الملف الحقوقي على الملف السياسي. أنا أدعو كافة الحقوقيين إلى الناشطين ولد الشيخ الأمم المتحدة إلى فتح حوار جدي بين السلطات الإنقلابية في صنعاء والسلطات الشرعية وكافة المكونات للملف الإنساني. اليوم المعتقلين الموجودين في السجون ليس بيدهم قرار الحرب، ليس بيدهم قرار السلم. لكن بالنسبة لهؤلاء المختطفين والمعتقلين داخل سجون ميليشيا الإنقلاب، هل لديكم أي معلومات عن أوضاعهم الآن خصوصا في هذه الأيام؟ طبعا هنالك معلومات متنوعة تختلف من سجن إلى آخر. الأشخاص والمعتقلين والمخفيين الذين في سجون غير قانونية وسجون سرية، هؤلاء يخضعوا لشتى أنواع التعذيب. وهؤلاء نحن في منظمة سام بإذن الله يوم الاثنين سنصدر تقرير عن السجون السرية في شمال اليمن، وسيتبين للعالم حجم السجون السرية. لدينا إحصائية ما يقارب 208 سجن، هؤلاء أوضاعهم مزرية ومزرية جدا. هنالك المعتقلين الذين تم نقلهم إلى سجون وإن كان غير قانونية، لكنها سجون معروفة كسجن الأمن السياسي أو سجن هبرة أو سجن المركزي. هؤلاء يحصلون على القليل والقليل جدا من بعض الحقوق، لكنها ليست الحقوق الكاملة. يحصلون على بعض الطعام الذي يسمح له بالدخول، يسمح هنالك بزيارات معينة، يسمح باتصال معين إلى غير ذلك، لكنها طبعا لا دون الحد الأدنى من الحقوق القانونية التي يجب أن تتوفر لأي معتقل طبيعي داخل المعتقلات. كما لا ننسى أيضا أن هنالك مخفيين ومعتقلين في سجون غير سجون الإنقلابيين، وإن كانت النسبة متفاوتة وكبيرة جدا، سواء لدى بعض السجون الشرعية أو سجون تديرها الإمارة الجنوب، أو سجون للأسف الشديد تحت بعض فرق أو فصائل من المقاومة. أيضا يجب أن نستغل هذه المناسبة وندعو إلى إطلاق كافة المعتقلين في هذه المناسبة. طيب، قبل أيام مر اليوم العالمي للإخفاء القسري، لم نشهد أي تحركات أو حملات في اليمن، برأيك لماذا كل هذا الصمت؟ أنا أعتقد اليمنيون تحركوا أكثر من مرة، أعتقد وصلوا إلى حالة تستطيع أن تقول فيها نوع من اليأس. السياسي محمد قحطان، وزير الدفاع الصبيحي إلى غير ذلك، هؤلاء الأشخاص لديهم قرار أممي صادر بحقهم بإطلاقهم، ومع ذلك رأينا تعنتا واضحا من سلطات الانقلاب، ولم نرى أي ضغط دولي وأممي على سلطة الانقلاب
ليس لإطلاقهم بل حتى لمعرفة أماكنهم ومعرفة حالتهم النفسية والصحية وتطمين أهلهم. أيضا هنالك حملات قام بها الناشطون مع الصحفيين مع قحطان أيضا بمرور عدة سنوات إلى غير ذلك، لكن في حقيقة الأمر الناس لم يروا أي التفاعل الأممي الحقيقي في هذا الاتجاه، وبالتالي أنا أعتقد هذا ليس قصور وإنما هو نوع من الإحباط الذي أصاب الناس من تحركات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول وحدة الرصد في مؤسسة سام، كنت معنا من فيينا، شكرا لك. وتنضم إلينا عبر الهاتف سحر الجبيحي ابنة الأستاذ يحيى الجبيحي المختطف لدى الميليشيا. أهلا بك سحر. أهلا بكم. بداية، كيف بدا لكم العيد مع استمرار اعتقال الوالد، وهل لديكم أي معلومات عن وضعه؟ بداية أقول لكم ولقناتكم الموقرة وللشعب اليمني كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة وحرية بإذن الله. العيد اليوم باهت وشاحب، يعني هذا العيد الثالث يمر علينا وأبي وأخي معتقلين. طبيعي أننا نشعر بالعيد بأسى مع الأسف، خصوصا يعني هذا بالنسبة للأطفال اللي في البيت، يعني طول الوقت هم يبحثون عن والدهم وعن جدهم. نحن الآن نناضل على جبهة، ولكن على جبهة يعني مختلفة من نوع آخر، نخوض معركة رأي ومعركة حرية ووعي، ولا زلنا صامدين ولا زلنا نصعد إلى أن يتم الإفراج بإذن الله عن والدي وأخي وعن جميع الصحفيين المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا، وعن جميع المختطفين أيا كانت مهنهم أو توجهاتهم، لأن قضية المختطفين الآن قضية إنسانية بحتة بعيدة عن التوجه أو المهنة أو يعني بعيدة عن أي توجهات أو أي حزبية أو أي طائفية، الآن أصبحت قضية إنسانية بحتة. فهذا العيد يعني هو من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فأتمنى أن السلطات المتمثلة في صنعاء المتمثلة بالحسين وصالح أن يعني يعظمون شعائر الله ويعظمون هذا اليوم ويقوموا بالإفراج عن المختطفين في سجونهم. طيب، هل بذلتم أي جهود من أجل زيارة الوالد وأخوكم في السجن؟ هل تواصلتم؟ هل يعني ماذا كان الرد؟ نعم، نحن نبذل الجهود على أبسط حقوقنا، نحن نبذل الجهود. طبيعي تم زيارة الوالد أكثر من مرة، ولكن يظل المعتقل لا يحصل على يعني جميع حقوقه القانونية، يعني أبسط الحقوق يعني نحارب من أجلها ونطالب أن نقوم بزيارته، نطالب أن نقوم بإدخال شيء معين إلى السجن. نحن طبعا زرناه والحمد لله، ولكن يظل المعتقل بيئة غير صحية وغير مناسبة، خصوصا بالنسبة لحالة الوالد، كما تعرفون أنه صحته متدهورة نوعا ما. طيب، كيف يمكن وصف الظروف الموجود فيها، ظروف اعتقال الوالد، ما أنكم سمح لكم بزيارته؟ هو يعني هو في المعتقل صامد، ولكن الظروف الصحية تعبان نوعا ما، خصوصا أنه يعاني من الربو. نحن طالبنا بالزيارة وحصلنا عليها، ولكن نحن نطالب الآن بزيارة الوالد لنا وليس زيارتنا نحن لا، خصوصا أنه الآن هو في العقد السابع من عمره، يعني هو الآن يبلغ من العمر 62 عام. فالآن أصبح الوضع أنه إحنا اللي نشتي زورنا، مش إحنا نشتي نزوره. فالوضع الآن يعني شوية صراحة يعني مأساوي، خصوصا أننا في أيام فضيلة ومباركة يعني. طيب، هذه الجهود والتصعيد من قبلكم وحالة الرأي العام الموجودة والمتضامنة مع حالة الأستاذ يحيى عبد الرقيب الجميحي ربما أثمرت عن السماح بهذه الزيارات، هل هناك وعود ربما قريبة بالإفراج عنه؟
نحن حصلنا على وعود، يعني رأينا أخبار كما رأى الآخرون، يعني وصلتنا أخبار كما شفنا في صفحات التواصل الاجتماعي مثلا، شفنا أنه قد يتم الإفراج عنه، لكن لم نلمس الإفراج إلى اليوم أو إلى اللحظة، يعني لم نلمس شيء فعلي بأنه تم الإفراج أو تم التأكيد نهائيا، ويعني بشكل نهائي وتام، خلاص عينه تم الإفراج، لم نلمس هذا، ومجرد أخبار. فأتمنى أن يعني أن تثمر حملتنا ومساعدتكم لنا طبعا، يعني إعلاميا أتمنى أن يثمر هذا ويتم الإفراج إن شاء الله قريبا. طيب، هناك أيضا ربما شارككم في هذا التصعيد تعاطف ربما من قبل بعض المنظمات المحلية والدولية، هل من أثر تركوا هذا التضامن؟ هل من دور يمكن أن تمارسه من باب الضغط من أجل إطلاق الوالد؟ أخي أنا الذي لمست أن هناك تعاطف فعلا يعني من منظمات محلية ودولية، ربما الضغط هذا أثمر إلى أنه نسمع أخبار أنه سيتم الإفراج عن الصحفي يحيى الجبيحي. لا أدري إن كانت تثمر في الأيام القادمة، ولكنها أثمرت من ناحية الأخبار يعني إعلاميا، فأتمنى أن يتم يعني التأثير فعليا، بحيث أنه نحن كأسرة تريد أن تلمس الأثر بشكل فعلي وليس بشكل إعلامي وحسب. طيب، أنت طالبت في البداية الفصل ما بين طبيعة وظائف المختطفين والمعتقلين وما بين التعامل معها كحالة إنسانية، لكن ربما حالة الفصل هذه ليست معترف بها من قبل الميليشيا ومن تقوم باحتجاز هؤلاء، فبالتالي لمن توجه هذه الرسالة ومن يمكنه أن يمارس ضغط حتى يتم التعامل مع هذه القضية من هذا المدخل من باب الفصل ما بين الجانب الإنساني وطبيعة وظائفهم أو نشاطهم؟ أنا أوجه النداء يعني للمتخصصين، للناشطين، و يعني أيا كانت توجهاتهم أنا أدعوهم إلى أن يعني يكرسوا جهودهم الإنسانية، أن يغضوا الطرف عن توجهات المعتقلين، لأنه إذا تم التركيز على هذا الجانب فنحن لم يثمر هذا الشيء ولم نستفد، لكون حرية الرأي في بلدنا يعني مع الأسف معدومة بشكل كبير، فبالتالي لابد أن نأخذها من جانب إنساني. ربما لا زال لدي أمل أن هناك شوية إنسانية، أنه في ربما أناس يعني يطرحون توجهاتهم على جنب ويفكرون بطريقة إنسانية، فبالتالي أنا يعني أدعو المنظمات كونها دائما تدعو إلى حقوق الإنسان ويعني ترفد المجتمعات من هذه الناحية أو من ناحية إنسانية، فأنا أدعوها أنها تكثف نشاطها معنا وتكثف حملاتها وتصعيدها لأجل الصحفيين، لأجل اليمن بشكل عام، لأجل تاريخها العظيم. فيعني حرام أن يصل اليمن إلى هذه المرحلة من الانتهاكات وهذه الحالة المزرية من انتهاك الإنسان وحقوقه الطبيعية، أو أقل ما يسمى أنه حق بسيط أن يقوم الإنسان بالإدلاء برأيه أو يعارض فكرة معينة أو يقول لا لفكر معين. يعني هنا نحن وصلنا لمرحلة مأساوية، فلا بد أن المنظمات المحلية والدولية والجهات المتخصصة، أن أصحاب الرأي والمثقفون خصوصا، أنهم يعني نهيب لهم أنه لازم يصعدوا ويكثفوا دورهم، والقنوات أيضا والمواقع الإخبارية كثفوا دوركم لأجل الإنسانية، لأن ما وصلنا إليه ربما أصبح مزري للغاية وربما يؤثر على مستقبل بلادنا. شكرا جزيلا لك سحر الجبيحي ابنة الأستاذ يحيى عبد الرقيب الجبيحي المختطف لدى السجون الميليشيا، شكرا جزيلا لك. حاولنا التواصل مع وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ من القاهرة، لكن لم نتمكن من أن يكون معنا، يبدو أنهم في إجازة. على العموم، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. في ختام هذه الحلقة من زاوية الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميلين محمد اللطيفي وكمال حيدرة. عيدكم مبارك.